الحضور تكريما لاسم الأستاذ الدكتور محمد أحمد حمود نسألكم الفاتحة. والآن لتكريم اسم الدكتور محمد أحمد حمود يتقدم السيد الدكتور أشرف محمد أحمد حمود ليتسلم درع الكلية. وصلنا للحظات التكريم، لحظات تكريم التميز والريادة، لحظات تشع بالفرح والسعادة، تكريم الأوائل. شعبة الرياضيات منها محمد حسن علي حسن. شعبة الإحصاء حسناء عبد النبي علي الأشقر. شعبة علوم الحاسب إلهام محمود عبد الرحمن الفقي. شعبة الفيزياء الحيوية فاطمة شحاتة العزب. شعبة الكيمياء إسلام سعيد إبراهيم عبد العزيز. شعبة الكيمياء الحيوية هدى أحمد محمود قطب. شعبة الكيمياء والجيولوجيا أسماء صلاح عبد العزيز. شعبة الكيمياء والنبات إيمان أحمد إسماعيل مصطفى. شعبة الكيمياء مايكروبيولوجي أسماء حامد السيد مصطفى. شعبة الكيمياء علم الحيوان هدير مصطفى عبد الله منصور. شعبة الجيولوجيا إبراهيم مصطفى محمد عثمان. شعبة النبات إيمان سعيد علي حسن البحيري. شعبة علم الحيوان ميسة محمد السيد أحمد أبو سنة. صورة جماعية لأوائل الخريجين مع السيد الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة والمنصة الكريمة. Thank you.
أبنائنا الخريجين والخريجات، نستسمحكم الوقوف لإلقاء قسم الخريجين يردده جميعا مع السيد الأستاذ الدكتور محمد عاطف نوير نقيب العلميين بوسط الدلتا. نستسمحكم الوقوف قليلا. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى وأطهر وأشرف سلام. بحب أقدم الشكر لإدارة الجامعة ممثلة في السيد الأستاذ الدكتور عبد الحكيم عبد الخالق خليل، وبقدم الشكر أيضا لإدارة الكلية ممثلة في الأستاذ الدكتور طارق عبد المنعم فايد عميد الكلية، وبقدم الشكر للجنة المنظمة ممثلة في أخي الأستاذ الدكتور عبد العزيز عبد الدايم على هذه الدعوة الكريمة بصفتي نقيب العلميين لإلقاء القسم. فبحب أهنئ أبناء الطلاب على التخرج، وبحب أهنئ أولياء الأمور على ما بذلوه من جهد وعطاء لنصل لهذه اللحظة بتاع ده الجميلة والفرحة بالتخرج لأبنائنا الطلاب. يبقى نقطة أخيرة قبل القسم، بقدم شكري لإدارة الكلية ممثلة في الدكتور طارق عبد المنعم فايد إنه بتاع استجاب مشكورا لتخصيص مكان في الكلية لنقابة العلميين حتى يستطيع أبناءنا الخريجين من التواصل والاشتراك بتاع ده في النقابة. فبشكر الدكتور طارق على هذه اللفتة بتاع الكريمة وعلى التعاون مع بتاع نقابة المهن العلمية بوسط الدلتا. والآن القسم بتاع ده، أقسم بالله العظيم أن أكون خير رسول لنشر العلم في كل الأرجاء، وأن أكون من دعاة التفكير العلمي السليم والبحث العلمي الهادف، وأن أبحث وأنقب في مناهل العلم، وأن أعمل جاهدا ومثابرا لخدمة الإنسان في كل موقع إنتاج ومعهد بحثي على أرض مصر العظيمة، وأن أبذل قصارى جهدي في الابتكار والإبداع، وأن أرعى مصالح العلميين في كل موقع على أرض مصرنا الحبيبة، والله على ما أقول شهيد. شكرا جزيلا. السادة الحضور، نواصل لحظات التكريم. شعبة الرياضيات، طلاب حاصلون على تقدير جيد جدا. الطالبة زينب عبد اللطيف عبد الفتاح بكر. الطلاب الحاصلون على بكالوريوس الإحصاء بتقدير عام جيد جدا. الطالبة فوزية أحمد فتحي علي حسين. شعبة علوم الحاسب، الطالبة إلهام مصطفى علي يونس. الطالبة روضة عبد الفتاح محمود دراز. نواصل مع شعبة علوم الحاسب وطلاب حاصلون على تقدير عام جيد جدا. الطالبة أمل محمد أنور غانم. الطالبة إسراء جلال علي عبد الدايم.
الطالبة فاطمة علي أمين حسن موسى. الطالبة آيات حمدي عبد القوي عبد الحق. الطالبة ولاء صلاح عبد الحق موسى. الطالبة منى السيد الغمري عبيد. الطالبة أمل منجد عبد الحليم الشرقاوي. الطالبة سالي سليم عبد الله جرجس. الطالبة بشرى أحمد التهامي حسن عبد المجيد. الطالبة سمر محمد عبد الحفيظ محمد. الطالبة مونيكا أسعد عزيز عوض الله. الطالبة وفاء رضا عبد الرؤوف السباعي. واصل مع طلاب الحاصلين على درجة البكالوريوس شعبة علوم الحاسب. الطالبة حنان علي أبو العينين علي شاهين. الطالبة مروة علي فاروق علي. والآن مع طلاب شعبة الفيزياء، طلاب حاصلون على تقدير ممتاز محمود مصطفى السيد الجرف. طلاب حاصلون على تقدير عام جيد جدا، الطالبة إسراء علي إسماعيل علي. الطالبة أسماء رجب شحاتة. الطالب محمد السيد عبد الرافع إبراهيم. الطالبة شيماء ناجي عبد اللطيف محمد الغايس. والآن صورة جماعية لشعبة الفيزياء مع السيد الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة والمنصة الكريمة. نواصل مع حضراتكم لحظات التكريم والطلاب الحاصلين على درجة البكالوريوس شعبة علوم المواد. طلاب حاصلون على تقدير عام جيد جدا شعبة علوم المواد، الطالبة آيات عاطف شفيق المزين. الطالبة مرنة فتحي محمد كمال درغام. الطالبة مروة أحمد عبد الجواد عطية. الطالبة منال مدحت أحمد نور. نواصل مع شعبة الفيزياء الحيوية وطلاب حاصلون على تقدير عام جيد جدا، الطالبة أميرة رمضان أحمد الديب. الطالبة نهاد عبد المتجلي محمد عمارة. الطالبة سمر مصطفى أحمد أبو النور. الطالبة هند فؤاد منظور محمد.
الطالبة بسمة سعيد نبيه عبدو، الطالبة جهاد بدر محمد أبو سيف، الطالبة عبير عصام عبد العزيز عيسى، الطالبة الطالب محمود عبد الحكيم إبراهيم، الطالبة منة الله عبد الفتاح لاشين، الطالبة هناء محمد إبراهيم البعلي، الطالبة منة الله يوسف عبد الرؤوف حماد. صورة لشعبة الفيزياء الحيوية مع المنصة الكريمة. نواصل لحظات التكريم وبرنامج الكيمياء الخاص وطلاب حاصلون على تقدير عام ممتاز. الطالبة إيمان جلال مصطفى بسيوني، الطالبة آيات عبد المنعم مبارك، الطالبة حميدة عادل عليوة، ومع شعبة الكيمياء وطلاب حاصلون على تقدير عام جيد جدا. الطالبة رحاب عبد الحميد عبد المجيد الجمل، الطالبة شروق محمد إبراهيم شعبان، الطالبة ماريانا أشرف رزق سيدهم، الطالب محمد فتحي محمد حماد، الطالبة سارة محمد سعد محمود، الطالبة سالي عيد فرج أبو الحسن، الطالبة مي النادي سالم سرحان، الطالبة نورة مصطفى حسن شهوان، الطالبة ريم عبد العظيم عبد الفتاح رزق، الطالبة آيات أحمد أمر الدولة، الطالبة أماني السيد عبد الحميد الزيات، الطالبة ليلى خالد عبد العزيز النشار. الطالب هاني حامد الزغبي. الطالبة شيماء الدسوقي الحسيني. الطالبة هدى السيد عبد الستار علي موسى. الطالبة دعاء عادل عبد القادر دويدار. الطالبة إسراء فتح الله السيد محمد. الطالبة شيماء جمال محمد إبراهيم موسى. الطالبة آياء إبراهيم محمد موسى. الطالبة نهى جودة يونس محمد يونس. الطالبة سمر مكين توفيق خليفة. الطالبة آلاء نور الدين عبد الحميد خطاب. الطالبة إسلام محمدي عبد الحي. الطالبة شيماء أشرف حبيب الألفي. تواصل مع حضراتكم وتكريم أوائل طلاب شعبة الكيمياء. الطالبة صفاء أحمد عبد الوهاب البطل. الطالبة هاجر جمال محمد. الطالبة سميرة سعيد عطية عمر. الطالبة آلاء ربيع محمد. الطالبة إسراء السيد محمد ندى. الطالبة دينا صلاح السيد غنيم. الطالبة إسراء علي
الأشموني، الطالبة مادونا إبراهيم جرجس، الطالبة رضوى محمد حسب النبي حسن النجار، صورة جماعية لشعبة الكيمياء مع المنصة الكريمة. راني ما نادم عليا مهما تكون بعيد عليا، راني ما نادم عليا هرلو انا فيك وفيا. لازم الجرح يطلع بالدواء. نواصل مع حضراتكم لحظات تكريم أبنائنا الخريجين وطلاب شعبة الكيمياء، الكيمياء الحيوية، وطلاب حاصلون على تقدير عام ممتاز. الطالبة علياء علي محمود حبيب، الطالبة ريم ناجي مصطفى أبو حلوة، الطالبة هبة علي حميدة مرزوق، الطالبة آية علي أحمد الخولي، الطالبة آية سمير عبد الله محمد شحاتة، الطالبة فكرية عبد المولى السيد طايل، الطالبة ياسمين شريف سعيد الصنباطي، الطالبة أميرة محمد عطية خفاجي، الطالبة هالة عنتر فؤاد عبد الحميد. الطالبة مروة إبراهيم السيد المشد، الطالبة ندى جمال عبد الله الشربجي، الطالبة نسمة إسماعيل محمد إسماعيل نوار. نواصل مع حضراتكم تكريم شعبة الكيمياء، الكيمياء الحيوية. الطالب خالد حمدي هاشم محمد علاء الدين، الطالبة سارة حلمي عطية غريب، الطالبة أماني السيد عبد الحميد فرج، الطالبة هدى الشحات عبد اللطيف أبو الخير، الطالبة زينب أبو اليزيد جمال موسى، الطالبة هند رمضان بسوني محمد عبد الله، الطالبة ريم محمد رفعت محمد الصاوي، الطالبة ماريانا فايز زاهي جرجس، الطالبة أسماء ناصر عبد الله الكناني، الطالبة أماني جمال عبد الناصر هلالي، الطالب طارق محمد أبو بكر، الطالبة إيناس جمال السيد مشعل، الطالبة سميرة أحمد ناجي صالح، الطالبة شيماء خالد فوزي، الطالبة آلاء عبد المنعم مصطفى، الطالبة هبة حمدي رمضان عبد السلام،
الطالبة هاجر لطفي محمد الخطيب، الطالبة هاجر عمر عبد العزيز شيبة، الطالبة إيمان طه السيد محمود، الطالبة لبنى محمد العشري، الطالبة بسمة مرعي كامل فليفل، الطالبة روضة عبد الله أحمد،